جهود شركة شيل البريطانية الهولندية العملاقة للنفط تتواصل من أجل احتواء تسرب النفط من أحد الأنابيب في بحر الشمال قبالة الساحل البريطاني. شيل تعهدت بأن النفط لن يصل إلى السواحل البريطانية، إلا أن المنظمات البيئية متخوفة من حدوث الأسوأ. لا نعرف بالضبط كمية النفط المتسرب ولا نعرف نوع النفط، كما نجهل أيضا درجة الخطورة، وما إذا كان هناك تركيز للطيور في المنطقة. يوجد خطر ولكننا لا نعرف مدى هذا الخطر في الوقت الراهن. واكتشف تسرب النفط الأربعاء بعد رصد بقعة نفطية على سطح المياه قرب منصة جانيت ألفا التي تبعد 180 كيلومترا شرقي أبريدن باسكتلندا. وحسب شيل فقد تم إيقاف التسرب النفطي بدرجة كبيرة، وتم اتخاذ إجراءات أخرى لاحتواء البقعة بما في ذلك إغلاق البئر البحري.